نروح للاسماعيلي وكواليس بيعيشها إيهاب جلال بعد الفوز على القناه بشق الانفس، وده اللي انا كنت بقول لحضراتكم. مباراه الكاس القناه والاسماعيلي شاهدنا مباراه وصلت لاشواطها الاربعه وفاز الاسماعيلي بشق الانفس. كان ضاغط وراح للقناه في اكتر من مناسبه، لكن في الاخير كانت برغم حتى ان هو ريح عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه، لكن هذه المباراه مش سهله. غدا الاحد عن تدريبات منح إيهاب جلال المدير الفني اللاعبين راحة 48 ساعة بعد الفوز على القناة زي ما قلت لحضراتكم. بعد بكرة إن شاء الله هيرجع تدريباته، وكانت مباراة صعبة، فمفيش شك إن إيهاب جلال هيشتغل على فترة إعداد مصغرة عشان يجهز كل اللاعبين فنيا ليستكمل مشواره في الدوري والكاس، ويبدأ المواجهة مع الفريق البترولي يوم 17 يونيو، مواجهة كبيرة جدا مع إنبي والإسماعيلي. يأتي ذلك في هذا الوقت اللي أعلن فيه الإسماعيلي فوز عمر الساعي لاعب وسط الدرويش بجائزة أفضل لاعب في شهر مايو الجاري بناء على اختيار الجماهير.